بواصل معاكم هذا الأسبوع فتح الملف الصعب، ملف رحلات الموت بحثا عن الرزق. لسه فتحين ملف الهجرة غير الشرعية وضحاياها اللي زادوا قوي في الفترة الأخيرة، وللأسف ما لقوش حل في مصر فاضطروا ان هم ينتحروا برا مصر. بعد الفاصل. اهلا بكم. زي ما قلت الاسبوع اللي فات كان حلم فهذا، والحقيقه اني اكتشفت لما سمعت حكايات المغامرين بحثا عن الحلم، عن الامل، عن الثروه والمال، انه كان حلم فاصبح كابوس تقيل. ومش هخبي على حضراتكم، في الحلقه اللي فاتت في لحظات ما كنتش قادر استحمل من كتر الام ومعاناه الناس اللي بتدفع شباب ان هم يروحوا في رحله مش عارفين ان هم ممكن يرجعوا منها تاني، بل بالعكس ممكن يموتوا فيها. فتحنا الملف ولسه مكملين فيه، وبرحب النهارده مجموعه اخرى من ضحايا الهجره غير الشرعيه. معانا الست ام حسين، اهلا وسهلا، زوجة مصطفى رحيم، واحد من اللي خرجوا في رحلات الموت ولم يعودوا. معانا الاستاذ سامي عطيه شكري، اهلا بك استاذ سامي، فشل في الوصول الى ايطاليا واتقبض عليه في ليبيا. ومعانا الاستاذ عاشور عبد الحميد مفتاح، وبرضه حاول وفشل. اهلا بحضرتك، اهلا وسهلا. ابدا بيك يا ام حسين، ايه الحكايه؟ حكايتك ايه؟ جوزي كان في ليبيا وسافر ايطاليا، سافر عن طريق البحر. من كم سنه الحكايه؟ من 2002، من 12 سنه. عندكم ولاد ساعتها؟ عندنا ولاد. عندكم مين ومين؟ احمد ومحمد. احمد ومحمد. كان بيشتغل ايه؟ كان شغال في ليبيا على باب الله. شغال في مصر ولا في ليبيا؟ لا في ليبيا. في ليبيا. كان في ليبيا. وبعدين ايه اللي حصل؟ وبعد كده اصحابه قالوا له هنسافر، نسافر ايطاليا، سافر معاهم، ركب البحر، من ساعتها ما نعرفش عنه حاجه. ما كلمكيش؟ ما اتصلش؟ لا لا خالص. مفيش اي اخبار عنه؟ لا ما هم ما نعرفش، ومن ساعه ما قالوا ده سافر ايطاليا ما نعرفش عنه حاجه. طب هو في ليبيا وبيشتغل، ايه اللي خلاه يروح ايطاليا؟ مش عارفه. انت وافقتي على الفكره دي؟ لا. قلت له ايه؟ قلت له لا ما تسافرش. بعدين؟ بعد كده سافر. سافر وما نعرفش عنه حاجه. اعتبرتوه ايه، مفقود؟ احنا عندنا امل انه يرجع. لسه في امل؟ لسه في امل نيرك. ساعة ما سافر كان الاولاد عندهم قد ايه ولاده؟ كان واحد عنده 3 سنين وواحد عنده 9 شهور. يا يعني هذا واحد عنده 15 وواحد عنده 13 تقريبا. بيقولوا ايه عن ابوهم بقى؟ عارفين ان هو سافر وحصل كده، ان احنا ما نعرفش عنه حاجه. طب انت عملت ايه؟ عشت ازاي بعد كده؟ صرفت منين؟ انا بشتغل. شغال في محل بقاله. واهلي ساعدوني واهلي جوزي ساعدوني والحمد لله. يعني لو افترضنا ان هو عايش على قيد الحياه وان شاء الله يكون كده، وعايز تبعتي له رساله، ان شاء الله كلميه قولي له عايز تقولي له ايه؟ قال له اركع لنا محتاجينك. ربنا يرجع الغيب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. استاذ حمدي عبد القوي برضو عايز اسمع تجربتك ايه؟ انا تجربتي كنت مسافر ليبيا اشتغل. انت كم سنه يا حمدي؟ انا 38 سنه دلوقتي. دلوقتي رحت ليبيا اشتغلت كنت شغال حداد مسلح. فالظروف في ليبيا يوم شغل ويوم ما فيش، يوم شغل ويوم ما فيش. فتعرفت على واحد هناك قال لي معاك فلوس؟ قلت له والله انا عندي بيت 120 متر ممكن ابيع جزء منه واسافر. فبالفعل بعت البيت؟ بعت جزء منه. بعته بكام؟ بعته ب 35,000. ده بيتك لوحدك ولا بتاع ابوك وامك؟
لا هو كان بتاع ابويا وامي واخواتي ربنا كرمهم فسابوه لي يعني سابوه عشان لك الظروف. يعني ده الارث الوحيد اللي عندك؟ قرش لا، وكان والدي سايب 7 أوريط وبعت الايراد ب 3000 جنيه عشان اكمل الرحله مع نص البيت. وقعدت خدني الليبي، خدني على مكان اسمه زواره، عديت في زواره قعدت 45 يوم في التخزين. التخزين اللي هو المخزن اللي حكوا عليه الحلقه اللي فاتت اللي بيقعدوا فيه ما بنطلعش ولا نشوف الشمس، وصباح فينو وجبنه بتجيلنا في اليوم بناكل 2 صباع 45 يوم. وبصينا في ليله كده لقينا قالوا خلاص ساعه الصفر جت، خلاص هنطلع هنمشي. فلقيناهم جابوا عربيه من الكبيره اللي هي القلاب، حطوا 172 واحد في القلاب. 172 في القلاب. والقلاب جه على البحر ما نزلناش، كانت الكلام ده حوالي الساعه 3 بالليل. نزلنا على البحر لقينا الزوارق الصغيره دي اللي هي بتشيل 6 و6 والمركب بعيد، احنا شايفينها بعيد. بالفعل بدأوا يحولوا فينا لحد ما وصلنا المركب واتكلنا على الله. بعدين خدت الرحلة بعد 12 ساعة بالظبط المركب عطلت. اللي مشيناه بدأت الموجة ترجعنا بو تاني. فكان في ميكانيكي شاطر معانا نزل وشاف شغله واتكلنا على الله. فجينا فيه طيارة قبل ما نصل الأنباطوزة بشوية كده، طيارة هليكوبتر جات صورتنا. الأنباطوزة دي في إيطاليا، جزيرة في إيطاليا. في إيطاليا جات صورتنا طيارة هليكوبتر. بعد ما صورتنا رمت لنا مية وأكل، وطت علينا ورمت مية وأكل. وبعد نص ساعة بالظبط لقينا 2 لانشات من الكبار اللي هم الكبار قوي دول جو جايين علينا، هدوا وحضنوا علينا وبدأوا خدونا في النص ونزلوا مجموعة هنا ومجموعة هنا. طبعا كان فيهم مجموعه دكاتره، كانت في ناس تعبانه والرحله كانت صعبه، بدا يكشفوا علينا. وقعدت في الانباطوزه 7 أيام. ربنا كرمني رحلوني على شيشيليا في سجن اسمه كاتانيا 6. رحلت على شيشيليا، صاحبي اللي انا كنت مسافر عليه قال لي اول ما تصل السجن هتلاقي شبابيك كالعادة كزي الناس كلها، نط واجري في المزارع وخد التيار الكهرباء على يمينك أو على شمالك وامشي. بالفعل وصلت السجن نطيت وبدأت أهرب، قعدت 2 ليلة في الغابات، قعدت 2 ليلة. وطلعت على محطة القطر ما أعرفش أتكلم إيطالي، الهدوم مبهدلة ما فيش. أنا ركبت القطر واتكلت على الله، وواحد ربنا كرمني بواحد سوداني كلم ابن صاحبي انا هناك حول له فلوس عن طريق، جاب لي لبس وهو خد جزء. واتكلت على الله، اتكلت على الله. بدات مع صاحبي يا دواني لسه هشتغل، قعدت 2.5 شهر وطلعت الشغل. بالصدفه ان المكان اللي انا شغال فيه، العماره اللي انا شغال فيها، حصل فيها واحد ايطالي تعور، بيجي الكنبريري كله البوليس كله بيجي والدنيا كلها بتيجي. فهم جو قالوا هاتوا العاملين اللي شغالين هنا كلهم، حطونا قدامهم بدأوا يكنطروا على الورق. الورق بتاعنا كده، احنا كنا شغالين كده يعني مش. فاتمسكت هناك وترحلت. كنت انا ذقت طعم القرش بقى يعني، خلاص ما بعت النص البيت وبعت 7 أوريط وما ما فيش. حاولت تاني وتالت ورابع وصلت شيشيليا، وصلت الأنباطوزة وربنا ما قرتش، خلاص شطبت كل الفلوس. بعدين متجوز، عندي 4 بنات وطفل. ف بس هي دي القصه كلها. وناوي تعملها تاني؟ لو استطعت فيه فلوس هعملها تاني، وان فشلت اعملها تالت، وان فشلت اعملها رابع. ليه بقى؟ وانا عندي 4 بنات. البنات دي عايزه فلوس. وانا لحد دلوقتي الحمد لله بشتغل. يعني بكافح وبشتغل وما بمدش ايدي، مستحيل اصرف على عيل من عيالي فلوس حرام. مش خايف تيتمهم نتيجه رحله تانية تغرق فيها في البحر؟ واكيد شفت حالات غرقت يعني. شفت معايا على المركب الرحله الثالثه مات معانا واحد، احنا كان من المنصوره تقريبا او ما اعرفش منين، و
ولحد ما كل خدنا قررنا احنا صلينا عليها على المركب ورمناها خلاص. ما هو ما انت مش هتخليه 3 ايام او 4 ايام معاك في البحر. يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ارض حدود مكان ولا حالة مش شجن؟ ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ شايب الحليب على قهوة في الظاهر بينات نسمة عصار السيدة ودير الملاك. يعني ايه كلمة وطن؟ نشعر طوبة في جدار ولا شمس مغرقة برد النهار؟ ولا أمك ولا أختك ولا عساكر دفعتك والرملة نار؟ يعني ايه كلمة وطن؟ يعني ريحة يعني صوت أيام بتشبك بعضها وسنين تفوت وما نسافر والحدود يفصل ما بينها ألف مين بنسيب سنين الحب والعمر الجميل. مين المسؤول؟ أنا مش عارف المسؤول مين. احنا طلعنا لقينا نفسنا تعبانين. انا قضيت حياتي ليبيا اسيب عيالي اقعد بالسنة والسنتين في ليبيا مقابل ان انا عايز بس ربنا يكرمني لان هو المستقبل. انا ما ببصش لنفسي، انا نفسي اقدر اكل واشرب، انا ببص للاولاد عيالي اللي هم عايشين. اللي جنبك ناس مثلا يبقى جنبك مننا بني عمارة، جنبك مننا بني عمارة، مش عارف اوصل لك ازاي. انا فاهم استاذ عاشور. بقى حميد فدى مفتاح، احكي لي حكايتك ايه؟ حكايتي انا سافرت ليبيا وحد فيها حوالي من سنتين او 18 شهر او 20 شهر، وبعد كده لقيت الناس بتسافر قدام ايطاليا وانا في ليبيا. عرض عليا واحد هنسافر ايطاليا فقررت اسافر وانا في ليبيا. بعد كده خدونا التخزين، قعدنا تقريبا في عز الحر في شهر 8 و 9 قعدنا حوالي شهر ونص واحنا فوق ال 160 170 واحد واحنا متخزنين. الاكل والشرب بقى مش عاوز اتكلم، مفيش. ثانيا المكان اللي احنا فيه مكان ضيق، يعني نظام مخزن، يعني متخزنين فيه كميه كلنا اولا مصريين. في شروط معينه السمسار بيفرضها عليكم؟ ايش ما انت بيفرض عليك اللي انت تمشي ممنوع الكلام، هو مقعدك في حوش او في مكان قاعد فيه ممنوع حد يسمع صوتك، ممنوع حد يسمع. دفعت كام في الاخر؟ دفعت 10,000. جبتهم منين؟ اعتبر كنت شغال في ليبيا. اللي حوشته يعني. كنت متجوز ساعتها؟ لا كنت لسه. بعدين؟ وبعدين قعدنا في شهر ونص وجينا بقى يسفرونا، جابوا لنا عربيه اللي هي نظام ثلاجه. طلع كل اللي جوه في الحوش كله عاوز يسافر، قال لي جهز نفسك ما تسافر، خدوا جميع مع كل حاجه معانا، خلونا بس كده بنفسنا بكورنا، نبشونا ما خلوش اي حاجه خالص، كل واحد يطلع بنفسه. وحطونا جوه العربية الثلاجة وقفل عليها. طلعت العربية ماشية بقى الله أعلم أكتر من ساعة ونص وإحنا كده العربية ولا نفس، ونخبط ونقول لهم عشان خاطر في ناس تعبت مننا، تعبت تعبت يعني نفس ما فيش نفس. حد من الأخوان في الجبل في المكان اعتبر اللي إحنا نسافر فيه، وخدونا ونزلونا وقالوا لنا اجروا في ناس تعبانة مننا.
تعبانه مثوره خالص. احنا عاوزين نسيب الناس اللي معانا ولا عاوزين نجري؟ وهنجري فيها مش عارفين، ده احنا في الجبل. جرينا خدونا ببطن الجبل وقلنا اقعد هنا عشان خاطر المركب ان شاء الله بنجهز المركب والناس اللي تجي تخوكم. قعدنا قد كيف في الجبل في الطل، قعدنا اسبوع. اعتبر كده لو حد بيسال فينا ولا اكل ولا شرب، بس احنا عاوزين نصل البحر بأي طريقة. نعتبر الذل اللي خدناه في التخزين ثم المرار اللي احنا شفناه واحنا ماشيين في العربيه، اعتبر ثلاجه من مقفله مش اي حاجه خالص. وبعد كده وصلنا الجبل قعدنا اسبوع مش لاقيين حد حتى نتكلم معاه، وما فيش حد. اعتبر اللي بيجي لنا ده يجيب لنا اعتبر اي اكل كده وخلاص عشان خاطر نعيش عليه. وقالوا لنا جهزوا نفسكم يومين وهتسافر. طب هنجهز جابوا لنا جرات مليانه ميه واعتبر خبزه فين، واعتبر كده كل واحد مننا عمل وجبنا. وقال لكم ان شاء الله انتم مسافرين. مسافرين خدونا على البحر، طلعنا على البحر. قال لك المركب عطلانه. طب انت بتقول المركب جاهز؟ جينا اعتبر خدونا وقعدنا نركب وضربوا النار اشتغل علينا بعد ما نزلنا البحر. مين بقى ضرب عليكم النار؟ اللي بيجي ضربوا النار اشتغل علينا. اعتبر كده انت خلاص احنا في قلب البحر ما بدناش حاجه. انطر كده جينا مسلمين نفسه، ضرب واهانه من الله ما يتوصاش اللي بيجي. وجوا خدونا على السجن قعدونا اعتبر فيه تقريبا 15 يوم. جالنا السفير المصري والسفير الايطالي واعتبر كده عملوا لنا نظام اجراءات كده، ما عندناش اي اوراق تثبت شخصيتنا احنا. اعتبر كده عملوا لنا اعترفتوا ان كنتوا مصريين؟ اعترفنا احنا مصريين، هم عارفين ان احنا مصريين، اعترفنا ان احنا مصريين. وعملوا لنا كل واحد وثيقه، فيشونا واعطونا الوثيقه تبعنا وجاوا مسافرين على سجن برضه جوه ليبيا، سجن لسجن لحد لما جمعونا وفي سجن اسمه سجن الفلاح في ليبيا، وجهزوا لنا عربيات مصريه وسافروا لنا على مصر. جينا على مصر في السلوم ونعتبر كده نزلنا المجموعه كلها بقى مصر مش عاوزه تستقبلنا، مش اي اثبات. اعتبر كده لازم نقابل الوثائق اللي معانا. نزلونا في السلوم وبعد كده ودونا اعتبر امن الدوله في السلوم يتعرف على كل واحد وعلى دخوله ليبيا ودخل ازاي. اعتبر انا اليوم اللي كنت داخل فيه ليبيا اعتبر من سنتين، فاكر اليوم؟ قلت لهم اليوم الفلاني دخلت في ليبيا. خدونا وطلعوا لنا اعتبر كل واحد مع الكمبيوتر برضه، وكل واحد سؤال واحد ايه وسافرت ازاي وسافرت ليه. وقام دخلنا السجن فين؟ في السلوم. بعد ما دخلونا السجن في السلوم قعدنا اعتبر ما فيش اكل ولا شرب. اعتبر دي الفتره دي كلها ولا بناكل، ما فيش اعتبر عينات اكل. اعتبر كده دخلنا في السلوم برضه اللي معه فلوس يصرف ما معهوش قاعد. خدونا رحلونا بعد كده على مطروح، ومن مطروح على امن الدوله في اسكندريه. خدوا اكلنا في امن الدوله. ده كان بدايه بقى. ايوه. من امن الدوله ودونا على اسم الخليفه. الفترة دي بقى ما اعتبر حطونا كلبشونا وحطونا في عربيات مصفحة حوالي 45 واحد في كل عربية مصفحة من كلبشين. اعتبر الفترة دي مات في كل عربية، كنا احنا طب أربع عربيات سفروا اثنين والتاني سفروهم الصبح، ماتت مننا مجموعة من كل عربية ماتوا أربعة من كتمة النفس. اعتبر في عز الصيف، أكل الناس تعبانة، مفيش شرب، ونفس الحوار. جينا في اعتبر في العالميين في بنزيما اعتبر تخبطنا وقلنا فيه ناس بتموت، فيه ناس بتموت. فتح اعتبر نزلنا اثنين خدوا النفس شويه ما وصلوش مصر، ماتوا، كانوا ميتين. نزلونا اسم خليفه، انا ما اعرفش دخلت اسم خليفه ازاي. لما دخلت اسم الخليفه اعتبر يعني فعلا هي البلد اتقلبت علينا. اعتبر البلد احنا دخلنا اسم الخليفه وبعد كده متمرمطين ومتبهدلين وعريانين ما عندناش حاجه وداخلين اسم الخليفه. وبعد كده جو اعتبر غير طبيعي اللي احنا عايشين فيه. في ناس اعتبر كده انا محتار ما اعرفش مش فاي. اعتبر رشوا علينا ميه بعد ساعتين ولا حاجه، لما فوقت لقيت ناس جنبيه متطوحه ميته. انا استغربت، انا بكيت على نفسي، بكيت على الناس اللي معايا. واكل اعتبر بقالي اكتر من شهرين ولا ثلاث اشهر احنا مع بعض. وقال اعتبر في ناس اعتبر يعني على خمس بنات وواحد امه وابوه وانتهى ومات. وبعدين عملت ايه؟ وبعدين اعتبر روحت البلد، كنت ناوي اسافر تاني. لا، لان اعتبر من العيشه اعتبر
صعبة، والواحد لسه شاب عايز بيت وعايز جواز وما فيش، واعتبر اللي انت فاخدت لامه راح. تعمل ايه بقى في الفترة دي؟ ورحت تاني؟ لا، اعتبر عندي والدي اللي ما سافرش. بس اعتبر كده. جوزت وخلفت؟ جوزت وخلفت وعندي ولد. طب كل واحد منكم عايز يقول كلمة للدولة. انت فقدت جوزك، انت راجل فشلت مرتين في الهجرة غير الشرعية وبتحاول تاني، انت اتبهدلت في بلدك اكتر ما اتبهدلت برا بلدك. كل واحد يقول لي كلمة، عايز يقول ايه؟ اتفضل. انا عايزة مستقبل احلى لولادي، احلى من مستقبل ابوهم. عايزهم يعيشوا في بلدهم، يشتغلوا في بلدهم. حضرتك بطلب وظيفة، يساعدوني بوظيفة. وحضرتك بطلب فرصة عمل، يعني اعتبر فرصة عمل للشباب، نعتبر كل اللي بخلي الشباب يسافر إلا فرصة العمل البلد. يعتبر لو في فرصة عمل قدامي أنا مش هفكر أسافر ولا ليبيا ولا إيطاليا. أنا مستني فرصة عمل النهاردة قبل بكرة، يعني لأنه اعتبر ده اللي مبهدلني أوي وخلينا أسافر برا واتبهدل واتهان إلا فرصة العمل. أنا بشكركم جدا، ربنا يعني يرجع الغايب ويفك الكرب إن شاء الله. أنا حبيت أن لحضراتكم هذا الملف الهام الشائك، ملف الهجرة غير الشرعية. شباب جميل، شباب زي الفل زي الورد، فقد الأمل في وطنه فخرج برا الوطن، امتهنت كرامته في الوطن فخرج برا الوطن، فقد الأمل في وظيفة فخرج يبحث عنها خارج الوطن. متى يقوم الوطن بلم شتات هؤلاء الشباب ويعيد لهم الثقة مرة تانية إن هم بجد ولد هذا الوطن؟ المشكلة مش فيهم، المشكلة فينا احنا، بس مش بالكلام، بالأفعال. ده كملف الهجرة غير الشرعية حبيت أقدمه في واحد من الناس. وبشكركم جدا، نلتقي بعد الفصل.